بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايزين نتكلم معاكم في حاجة من المواضيع المهمة، وهي موضوع الأكيوت دايريا. سواء إذا كان بالنسبة للإكزام أو إذا كان بالنسبة للكلينيكال براكتس، فأنت لازم هتصادفك الأكيوت دايريا وأسئلة عنها. عايزين نعرف في الأول إيه هو النورمال باول فريكونسي عشان أقدر أقول إن ده أبنورمال أو إن فيه دايريا. It ranges from 3 times per day to 3 times per week in normal population. بمعنى ان الشخص ممكن يجي يقول لك انا النورمال بتاعي ان انا بدخل 3 مرات في اليوم، وشخص تاني ممكن يقول لك لا انا بدخل just 3 times per week. الشخص هو اللي بيبقى عارف ايه النورمال بتاعه. الدايريا تعرفها هو increase in the stool frequency with stool consistency less solid than normal، بمعنى ان انا بيزيد عندي frequency اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وبتبقى الستول consistency less solid than normal. امتى اقول ان دي acute diarrhea؟ لو انا زاد عندي الستول فريكوانسي او الفلويديتي عن النورمال وكانت الديوريشن اقل من 14 يوم، دي بنقول عليها اكيوت دايريا. لكن لو وصلت لغايه اكتر من 14 يوم بنقول عليها بريزيستنت دايريا، ولو وصلت لغايه 1 مانث تقريبا بنقول عليها دي كرونيك دايريا. طبعا ممكن تبقى مور ذان 1 مانث برضه هيبقى اسمها كرونيك دايريا. ليه التقسيمه بتاعه الاكيوت او الكرونيك دي؟ لان انا في عندي ايتيولوجي مختلفه في المجموعتين، وفي نفس الوقت انا بحتاج الانفستيجيشن اكتر بالنسبه للكرونيك دايريا. المانجمنت برضو بيبقى مختلف في التو جروبس، وبالتالي لازم ابقى واخد هيستوري كويس قوي من البيشنت وابقى عارف الديوريشنز بتاعه الديزيز اللي عنده. طبعا الاكيوت دايري از ا ميجر كوز اوف موربيديتي اند مورتاليتي. اكتر فئات طبعا بتتاثر اللي هم الفيري يونج او الفيري اولد. الاكيوت دايري بنقابلها اكتر ناس ترافلرز تو ذا تروبيكال ريجونز، ودي بيقولوا عليها اسمها ترافلر دايري. المقصود بيها طبعا اللي هم ناس مثلا بتبقى جايه من اوروبا او من امريكا وبيجي يسافر لاماكن تروبيكال زي مثلا عندنا احنا هنا في مصر، او مثلا بالنسبه للدول بتاعه الجنوب امريكا الجنوبيه دي بنقول عليها اسمها تروبيكال ريجونز، او في افريقيا. لان هو بيتعرض لحاجات معينه بتخليه يدخل في الاكيوت دايريا. طبعا ممكن الهوموسيكشوال ميلز برضو في اسباب معينه في الهوموسيكشوالز. البيرسونز ويز اميونو سبريشنز، اي شخص عنده كونديشنز بتخليه يدخل في اميونو سبريشن مثلا زي الدايبيتس او المالجنسي او بياخد كيموثيرابي، الحاجات دي كلها بيبقى برضو بتخلي البيشنت يتعرض اكتر لباثوجينز وبالتالي يتعرض اكتر لاكيوت دايريا. طبعا النون هايجينيك انفايرمنت ويز كونتامينيتد فود او ووتر، ودي بتبقى زي ما قلنا كده موجوده في التروبيكال ريجنز اكتر حاجه. طبعا احنا عشان نفهم الباثوفيسيولوجي، طبعا هو بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. يعني احنا المفروض ان الجسم بتاعنا يبقى محافظ على كميه الميه اللي موجوده جواها، ما يحصلش فلويد لوسز كتيره وزي اللي هو بيحصل في حاله الاكيوت دايريا. تمام، وبالتالي انا عندي في الباثوفيسيولوجي بتاع الاكيوت دايريا النورمال ان انا عندي فيه حوالي 8 او 9 لتر من الفلويد بتبقى داخله في الانتستين ديلي. طيب ال 8 او 9 لتر دول ايه السورسز بتاعتهم؟ في اباوت 1 اور 2 لترز ريبريزنتنج الفود اند ليكويد انتيك، يعني السورس اللي جاي لي من بره سواء اذا كان فود او ليكويد بيمثل حوالي 1 او 2 لترز. امال الباقي الكميه الكبيره قوي دي جايه من فين؟ جايه عندي من اندوجينس سيكريشنز، بمعنى انها ممكن تكون جايه من salivary secretions، ممكن تكون جايه من الجاستريك او البانكرياتيك secretions، ممكن تكون جايه من البيريال secretions، وممكن تكون جايه من بقيه الانتستينال secretions. دول طبعا بيمثلوا الجزء الاكبر من الفلويد. في عندنا حوالي 6 او 7 liters بيكونوا absorbed في السمول انتستين، and only about 1 or 2 liters presented to the colon، بمعنى ان انا عندي السمول انتستين وظيفتها تعمل absorption اكبر كميه ممكنه من الفلويد اللي هي سواء اذا كان اكسوجينس او الاندوجينس الموجوده عشان تحافظ على فلويد بالانس في الجسم. ويا دوبك اللي بيوصل للكولون هم ال1 او 2 لتر دول. طبعا معظم الفلويد كمان اللي بيدخل في الكولون بيرجع مره ثاني يحصل له ري ابسوربشن لغايه ما يبقى عندي الستول اوت بوت حوالي 100 او 200 جرام بير دي. ايه الكوز بتاعه الاكيوت دايريا؟ احنا بنقسمها الى حاجتين، انفكشوس اند نون انفكشوس. الانفكشوس زي الفايرال انفكشنز، بكتيريال انفكشنز، parasitic infections، وممكن تكون travelers diarrhea زي ما قلنا الناس اللي هما بتسافر الى tropical regions دي بيسموها travelers diarrhea. ال non-infectious causes للacute diarrhea ممكن تكون نتيجة medications، في drugs معينة بياخدها ال patients، او ممكن تكون نتيجة functional bowel disorder. هنتكلم في الاول عن ال infectious causes. عندنا اول حاجة ال viral infections. طبعا الفيرال جاستروانترايتس او احنا احيانا بنقول عليها ستومك فلو اللي هو مصطلح يقول لك واخد برد في معدته، دي غالبا بتكون فيرال انفكشن.
عندنا مثال عليها وموست كومن كوز بيبقى اللي هو الروتا فيروس وبالذات في الاطفال، الادينو فيروس، نور ووك فيروس، سايتوميجالو فيروس، والهربس سيمبلكس فيروس. دول اكتر الفيروسات اللي هي ممكن تعمل نوع من انواع الاكيوت جاسترو انترايتس او الاكيوت ثيرالي. البكتيريال انفكشنز المجموعة اللي هي بتاعت الانتيرو بكتريسي اللي هي البكتيريا اللي بتبقى موجودة في الانتستم زي الشيجيلا، السالمونيلا، اليرسينيا انتيرو كوليتيكا، الكامبري باكتر جوجيناي، والإشريشيا كولاي. دول المجموعة دي بنقول عليها اسمها الانتيرو بكتريسي، شيجيلا، سالمونيلا، اليرسينيا، الكامبري باكتر، والإشريشيا كولاي. في بقى عندنا حاجات تانية زي الفيبري كوليرا اللي هي بتسبب طبعا الديزيز بتاع الكوليرا. عندنا الكلوستريديوم بيرفرينجنس دي بتعمل نوع من انواع الفود بويزنينج، الستافيلوكوكس اوريوس، باسيلس سيروس، والفيبريو بارا هيموليتيكس. هي دي من مجموعه الفيبريو بس بتبقى مختلفه عن الكوليرا، ما بتعملش كوليرا، دي بتعمل نوع من انواع الجاسترو انتس. الفود سورسز بتاعه البكتيريال انفكشنز المثال عليها اللي هو زي السالمونيلا مثلا، بتبقى اكتر حاجه من الايجز او من البولتري. طبعا احنا هنا بنتكلم عن السالمونيلا التايفي ميوريوم، ده مثال عليها، مش بنتكلم عن السالمونيلا تايفي او البارا تايفي، دي مختلفة عنها، دول بيعملوا تايفود والبارا تايفود، لكن احنا هنا بنتكلم عن السالمونيلا اللي بتبقى كوزين جاسترو انترايتس او اكيوت داري. الكلام ده انا بيهمني في ايه؟ ان انا اعرف الفود سورس. يعني انا مثلا لو عندي الهيستوري بتاع الشخص ده بيقول لك انا كنت واكل وجبة فيها بيض مثلا او كان حاجة فيها فراخ، ابتدي اشك ان دي ممكن تكون حاجة زي السالمونيلا. الستاف اوريوس ودي بتبقى موجوده مثلا في البروسيسد ميت اللي هي اللحوم اللي بتبقى موجوده في الوجبات. البيبري كوليرا ودي طبعا دايما بتبتدي تدور لما يبقى في كوليرا تدور على الووتر. الباسيلا سيروس دي بتبقى موجوده في الرايس او في البينز. الكامبيلوباكتر جوجيناي دي بتبقى موجوده برضو في البولتري. الايكولاي بتبقى موجوده في الاندر كوكت او في الرو همبرجر. الكلوستريديوم بيرفرنجنز دي بتبقى موجوده في الفود اللي هو وورم اون ستيم تيبل اللي هو بيبقى على البخار، او ممكن تبقى موجوده في الكانت فود يعني مثلا زي التونه والمعلبات والحاجات زي كده، دي ممكن تبقى فيها كلوستريديوم. اليرسينيا انتيروكوليتيكا نتيجه ايتينج الانفكتد ميت او الديري برودكتس. والفيبريو بارا هيموليتيكاس دي بتبقى موجوده في الرو سي فود سبيشالي الاويسترز، المقصود بالاويسترز دي اللي هي ام الخلود، وبالتالي الحاجات اللي هي بنقول عليها احنا سي فود دي بتبقى من اكتر الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها فيبريو بارا هيموليتيكس. بارازيتيك انفكشن عندنا اشهر الكوزز اللي هي الجارديا لامبليا، ودي طبعا بتبقى موجوده في الدرينكينج ووتر، وممكن تبقى سبب من اسباب الاكيوت دايريا في الهوموسيكشوال ميلز اللي احنا قلنا عليها. الانتاميبا هيستوليتيكا ودي طبعا بتبقى موجوده كتير قوي عندنا سواء اذا كان في الدرينكينج ووتر او في الفود، وبرده ممكن تبقى في الهوموسيكشوال كونتاكت. الكريبتو سبريديوم دي تالت واحدة من البارازايت ترانسميتد باي اني فود برضو كونتامينيتد باي ذا فود هاندلر. اما بقى النون انفكشوال فودز احنا قلنا مثال عليهم اللي هو ممكن يبقى الميديكيشنز. طبعا اشهر دراج ممكن يعمل اكيوت دايريا الانتيبيوتكس. بعد فترة البيشنت ممكن يدخل في يعني لو هو بياخد انتيبيوتكس لفترة كبيرة ممكن تتحول كمان لحاجة اسمها كلوستيديوم ديفيسيل كولايتس او اللي احنا بنقول عليها اسمها سودو ممبرنس كولايتس. اللاكستيف لو هو خدها لفتره كبيره ممكن بعد شويه تبدا تحوله برضه في اكيوت دايريا. الانتاسيد لو كانت كونتيننج المغنيسيوم عكس الانتاسيد كونتيننج الالومنيوم دي بتعمل كونستيبيشن. الدراجز اللي ممكن تستخدم في الهايبرتنشن زي مثلا الايس انهيبيتورز دي برضه ممكن تعمل اكيوت دايريا. في حاجات تانيه ممكن عندنا لو الالكوهول او الكافيين او الهيربال تيز او الشوجر فري جامز دي حاجات ممكن بتتحط احيانا برضه في ادويه فبرضه ممكن انها تعمل اكيوت دايريا. السبب الثاني من النون انفكشوال كوزز هو الفانكشنال باول ديز اوردر. طبعا المثالين عليهم اللي هم الفانكشنال دايريا والاريتابل باول سندروم. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الاريتابل باول سندروم هو اسمه سندروم بمعنى ان هو متلازمه، يبقى لازم بيكون فيه كذا حاجه، اهم حاجه فيها ان يكون فيه ابدومينال بين. بعد كده ممكن يبقى فيه معاه كونستيبيشن او يبقى معاه دايريا او معاه ابدومينال ديستنشن او معاه باسج اوف ذا ميوكس، لكن لازم الابدومينال بين يكون موجود. اما في حالات الفانكشنال دايريا فبيبقى مفيش الابدومينال بين، هي بتبقى مجرد بس دايريا. اعرف ازاي اذا كانت دي سمول او لارج انتستينال دايريا، يعني اذا كانت المشكله جايه في السمول انتستين ولا جايه من اللارج انتستين. في حالات السمول انتستين
يوجوالي بتبقى هاي فوليوم ستول، لان احنا قلنا انها مسؤوله عن الابسوربشن بتاع كميه كبيره جدا من الفلويد، وبالتالي لما ده بيحصل له لوسز بيبتدي يدي هاي فوليوم ستول. طبعا الدائرية بتكون ووتري، وزي ما قلنا بيبقى في معاها عاده ما الابسوربشنز، وممكن طبعا يدخل البيشنت في دي هايدريشنز. لو في اي اسوشيتد ابدومينال بين نتيجه السمول انتستين عاده بيبقى موجود سنترالي اراوند الامبلكس. لكن حالات اللارج انتستينال دايريا المريض بيوصف لا انها بتبقى سمول فوليوم ستول، ممكن يقول ان في بلاد او تنزمس على اساس ان هو لو كان في كولايتس يقدر يشوف هو البلاد. طبعا ممكن ما يحصلش دي هايدريشنز لان هنا الفلويد لوسز ما بتبقاش كتيره قوي، ولو في ابدومينال بين بيبقى السايت بتاعه يوجوالي موجود في الهايبوجاستريك ريجن. ده مثال على الاماكن بتاعه البين اللي ممكن يحسها البيشنت. العيان اللي هو بيبقى عنده مشكله مثلا بالنسبه للفورجات، يعني مثلا اللي جاي من الاسوفيجاس والاستومك والجول بلادر والديوجنم، ده بيبقى يوجوالي موجود في الابيجاستريك ريجن according to the imperiology لو تفتكروا، اللي هو بنقول عليه الفور جات والميد جات والهايند جات. البيشنت اللي بتبقى عنده مشكله في السمول انتستين او بيبقى عنده في الجزء بتاع البروكسيمال تو ثيرد بتوع اللارج انتستين بيبقى البين موجود سنترال اراوند الامبريكس. اما اللي هو بيبقى موجود في الديستال ثيرد من الكولون اللي هو الهايند جات بيبقى البين موجود سوبرا بيوبيك او في الهايبوجاستريك ريجن. ده الكلام ده بيفرق معانا في ايه؟ ان البيشنت وهو بيشاور لو شاور لك على البين اراوند الامبريكس يبقى تتوقع اكتر ان المشكله دي هتكون من السمول انتستين، او لو هو شاور لك في الهايبوجاستريك يبقى ده مشكله اكتر في الكولون. ايه بقى تعريف الديزنتري؟ ديزنتري معناها ان في دايريا ويز فيزبل بلاد ان ذا ستول، يعني البيشنت بيشوف البلاد بعينه مع سنسيشن اوف تنزمس او ان بيبقى في ستريننج ديورنج الديفيكيشن. طبعا اشهر الحاجات اللي هي ممكن تعمل المشكله بتاعه الديزنتري ممكن حاجات زي الشيجيلا وممكن السالمونيلا، وعندنا الشيجيلا احنا بنقول عليها اسمها باسيلاري ديزنتري، الانتيريو انفيزيف ايكولاي، ممكن الانتاميبا هيستوريتيكا ودي بنقول عليها اسمها اميبيك ديزنتري، الكامبيلوباكتر جوجيناي، والبلهارديتس اللي هو البلهارديال ديزنتري. طبعا في حاجه بتفرق السالمونيلا عن الشيجيلا عن الانتاميبا هيستوريتيكا، وهي ان طبعا بيبقى فيه ستول فريكوانسي اكتر، بيبقى فيه توكسيسيتي اكتر في حالات الباسيلاري ديزنتري غير الانتاميبا هيستوريتيكا. طيب وانا باخد الهيستوري بتاع الاكيوت دهارية المفروض ان انا بدور على ايه؟ اولا اسال على الترافلنج هيستوري زي ما قلنا عشان اعرف البيشنت ده سافر للمنطقه او رجع منها او كلام زي كده، السورس بتاعه الووتر اللي هو اتعرض له، الريسنت فود انتيك والتايب زي ما قلنا ممكن التايب ده يعرفني ايه هو الاورجانيزم، سيمتومز ديوريشن، الديوريشن ده الكلام ده هيفيدني بعد كده عشان اعرف السيفيريتي بتاعه الديزيز. الشخص اللي يجي يقول لك لا انا الدهارية مثلا بقى لها 2 دايز غير اللي بيجي يقول لك مثلا ده بقى لها 1 ويك، هما الاثنين اكيوت دياريا لكن طبعا ده مايلد ممكن محتاجش انفستيجيشن او تريتمنت، لكن طبعا الثاني يعتبر سيفير. الباول موفمنت فريكوانسي قد ايه؟ الستول كوانتيتي زي ما قلنا عشان افرق ما بين السمول وما بين اللارج انتستم. النوكتورنال دياريا بمعنى الدياريا اللي هي ممكن تبقى موجوده بالليل وتخلي البيشنت يقوم من النوم، دي بيقولوا عليها اسمها نوكتورنال دياريا. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في حالات الفانكشنال كوزز، ولكن اللي هو مثلا العيان بتاع الريتابل باول سندروم اللي هو الفانكشنال لا ما يقولكش الدايريه بتاعتي بتقومني من النوم، لان هو دي حاجه فانكشنال مرتبطه اكتر بالبرين وبالانكزايتي وبتفكيره، بمجرد ما هو بيريح مخه وينام خلاص بيبقى مفيش السنسيشن ده. الديزنتري زي ما قلنا عشان طبعا ده بيبقى ليه ايتيولوجي مختلف شويه، الفيفر لان معنى كده ان احنا بنتكلم في انفكشوس كوز مش نون انفكشوس كوز، والكرنت او ريسنت ميديكيشن زي ما قلنا لان هي دي ممكن تكون من الاتيولوجي. اهم حاجه يهمني بالنسبه للساينز وانا بفحص البيشنت بتاع الاكيوت دياريه ادور على الساينز بتاعت الدي هايدريشن. احنا جايبين لكم هنا مثال رسمه لطفل عنده دي هايدريشن، طبعا زي ما انتم شايفين كده هو زي ما يكون سكين على 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 بون. انا ببتدي اشوف ممكن لو كان طفل صغير قوي ممكن ابتدي ادور على حاجه اسمها الدبريت فونتانيل، انا نتكلم عنه اكتر اللي هو الادلت. وانت بتعمل البنشنج بالنسبه للسكين لو انت جيت مثلا على الابدومين ورحت شديت بالمنظر ده كده، المفروض ان انت في النورمال لما يجي يرجع السكين هيرجع بسرعه مفيش مشكله، لكن في حالات الدي هايدريشن بتبص تلاقي ان هو ريتيند شويه يتاخر بالمنظر ده كده قبل ما يرجع للنورمال بوزيشن، دي بيقول عليها اسمها لوس اوف ذا سكين تيرجر او لوس اوف ذا سكين الاستيستي. طبعا البيشنت ممكن يشتكي من سيرست، وانا لما اجي اعمل اكزامينيشن للتانج احط صباعي عليه ابص الاقي ان هو فيه دراي تانج، ممكن الاقي فيه تاكيكارديا وانا بقيس البلس، ممكن الاقي فيه اورثوستاسيس او هايبوتنشن وانا بقيس البلاد بريشر، هيبقى فيه ديكريز بالنسبه لليورين اوتبوت بوت البيشنت، وزي ما قلنا هيبقى ديكريز السكين تيرجر،
وممكن يبتدي يحصل disturbed conscious level في البيشنت، يحصل ليثارجي او يحصل confusion او يحصل حالتين مع بعض up to انه يدخل في كوما. طبعا لازم اعمل assessment للtemperature عشان اتاكد اذا كانت دي infectious ولا non infectious diarrhea. الايفالويشن بالنسبه للابدومينال تندرنس والديستنشن برضو من الحاجات اللي هي تقول لي اذا كان مثلا ده ايفيدنس اوف كولايتس اور نوت. ده مثال على ديهايدريشن في البيشنت اللي عنده الكوليرا، لان يوجوالي بيبقى عندهم سيفير دياريه. زي ما انتم شايفين كده البيشنت فيه عنده سانكن ايز، في عنده دراي تانج اند دراي ليب. البيشنت طبعا فيه ديستربت كونشس ليفل، البيشنت اولموست كونفيوز، والسكين زي ما انتم شايفين كده فيه رينكلينج حاصل، بدا يحصل فيه نوع من انواع الديهايدريشن. في كروز ممكن انا استخدمها for certain infections. دي حاجات ممكن بتبقى هي كروت شويه، بمعنى انك انت ممكن تبقى suggesting الانفكشنز اللي حصلت دي نتيجه انهي نوع من الاورجانيزم على حسب مثلا الديوريشنز بتاعه السيمتومز. لو مثلا حصل الفوميتنج خلال 6 hours من الانجيشن اوف ذا فود وبعدين حصل دياريه، تمام، ده suggesting ان الفود اوريدي كان فيه poisoning by a preformed toxin، نتيجة بكتيريا اوريدي كانت عاملة انفكشن في الفود دوا ومكونة التوكسين، زي مثال على كده الستاف اوريوس او الباسيلس سيروس. لكن لو الدياريه دي ظهرت في خلال 8 او 12 اور من الفود انجيشن، يعني اتأخرت شوية، ده بيبقى يوجوالي كوليستريبيوم بيرفرنجنس، او ان ممكن لو كانت اكتر من 14 اورز يوجوالي دي بتبقى فيرال انفكشن. ولكن زي ما قلنا ان الكلام ده يا جماعة كلام كروت، مش لازم ان هو الديوريشنز دي مش حاجة اكيوريت. اليرسينيا انفكشن هي اسمها يرسينيا انتيروكوليتيكا، يعني السايت بتاعها اللي هو بيبقى انفكشن في التيرمينال ايليوم وفي السيكم المنطقه دي، وبالتالي يوجوالي مانيفيستد على انها رايت لوور كوادرانت بين اند تندرنس. احيانا بتبقى ميس دايجنوز على انها اكيوت ابنسايتس، فناخد بالنا من نقطه زي كده. الانفيزيف بكتيريا زي الشيجيلا والسالمونيلا والكامبيلوباكتر اللي هي بروديوسينج سايتوكسينز او انتيرو هيموراجيك ايكولاي، كل المجموعه دي بتدي زي ما قلنا كولايتس، وممكن تبتدي تدي بيريتونيال ساينز، يعني بتبص تلاقي ان الابدومين ده بيبقى تندر وبيبقى ريجيد، suggesting surgical abdomen، يعني برضو ممكن يبقى ميس دياجنوز على انه surgical abdomen ولكن هو يطلع infectious colitis. الكوليرا زي ما قلنا من الحاجات اللي بتدي سيفير دياريه، في احيانا ليها كاركتر شويه بيقولوا عليها اسمها رايس ووتري دياريه، هنوريكم صوره ليها بعد شويه. It's usually painless with low grade fever. الجارد او الكريبتوسبريديوم بيبقوا عاملين دياريه ومعاها يوجوالي بيبقى فيه ابدومينال مايل ابدومينال ديسكمفورت، والجارديا بالذات بتعمل المايل استياتوريه او ممكن يبقى فيه بلوتينج، يعني مشكله البلوتينج والديستنشن بتبقى اكتر مع الجارديا. ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الرايس ووتري دياريه بتاعه الكوليرا. طيب ازاي اشخص حاله اكيوت دياريه؟ طبعا اتس يوجوالي انفكشوس ان اوريجين زي ما اتفقنا، وبالتالي هي بتبقى usually resolved with or without intervention before the diagnosis is made. يعني usually العيان ممكن من غير اي treatment تلاقيه في خلال يوم او يومين يبتدي يتحسن لوحده. بس لو في blood ناخد بالنا، لان ممكن blood ده معناها زي ما قلنا ان في infection by the invasive organism، ممكن يكون ده inflammation، يعني مثلا بداية inflammatory bowel disease، ممكن ده يكون نتيجة ischemia، يعني بداية ischemic colitis لو البيشنت ده كان elderly شوية، او ممكن ده يكون برضو بيحصل في حالات النيوبلاز. فتاخد بالك لما يجي الهيستوري بتاع البلاد، تاخد بالك تعمل ايه في الديفرنشال دياجنوزيس ده. الفوليوم اوف ذا ستول زي ما قلنا ده بيبقى سجستنج السايت اوف ذا ليجن اذا كانت سمول او لارج انتستاينال دياريه. الميديكال ايفالويشن از نوت وارنتد ان ذا بريفيسلي هيلث انديفيديوال زي ما اتفقنا، يبقى انا مش محتاج ان انا اعمل ايفالويشن لو البيشنت ده شخص كويس وما كانش فيه اي مشكله ولا اي حاجه. اكيوت دياريه يوجوالي ريزولف لوحدها، وبالتالي لو البيشنت عنده سيمتومز بتاعته مايلد او مودريت، لو طبعا بيحصلها spontaneous improvement في خلال 48 ساعة، أو معهاش طبعا في الهيستوري فيفر أو تشيلز أو سيفير ابدومينال بين أو blood in the stool، دي ممكن عادي مفيش مشكلة، مش محتاج إن أنا أعملها investigation. أمال إمتى أبتدي أعمل investigation؟ لو السيمتومز العكس بقى، بدأت تبقى سيفير أو بدأت تبقى prolonged أكتر من 48 ساعة، البيشنت بدأ يظهر فيه توكسيميا، لو في colitis زي ما قلنا من الأول إن في blood في الستول أو سيفير ابدومينال بين أو tenderness أو fever. الامبيريكال تريتمنت لو انا كنت بدات بيه ومحصلش ريسبونس والامور لسه زي ما هي. الدياريه اللي بتيجي في الالدرلي اللي هو اكتر من 70، علشان طبعا ده ممكن زي ما قلنا يبقى مور فولنربل ويبقى فيه مورتاليتي اعلى. لو البيشنت في باسج لاكتر من 6 انفورمد ستول ان ذا 24 اورز، لان انا متوقع ان البيشنت ده هيدخل في دي هايدريشن. الانفستيجيشنز اللي احنا بنعملها زي ما احنا عاملين كده بالنسبه للسهم، لازم رقم واحد اعمل الستول اناليسيس، وبعد كده اشوف اذا كنت هعمل الفليكسيبل سيجمويدوسكوبي انتي بايوبسي او لا.
لان انا ممكن ما اعملهاش واكتفي بالستول اناليسيس. ستول اناليسيس بدور فيه على الفيكال ليوكوسايت او اللاكتوفيرين اللي هو البرودكت نفسه اللي بيبقى موجود من اليوكوسايت سبورت ديجنوز انفلاماتوري دايريا. ده معناه ان انت عندك فيه انفلاماتوري ايتيولوجي. اعمل الستول كلتشر امتى؟ لو انا عندي فيكال ليوكوسيتك تيست ده كان بوزيتيف يبقى انت عرفت في الاول خالص ان في ليوكوسايت عاليه يبقى ده انفلاماتوري دايريا. انا بدور بقى على الايتيولوجي بتاعتها او الباثوجين اللي سببها فابتدي اعمل الستول كلتشر. ليه ما بعملش الكلام ده لو انا عندي نورمال ليوكوسايت؟ لان انا نورمال اصلا ان الستول بيكون فيه بكتيريا موجوده وفي نورمال فلورا بتبقى موجوده، فاي تيست هتعمله كلتشر هيطلع بوزيتيف. حاجه ثانيه اعمل ستول اكزامينيشنز فور ذا اوفا اند بارازايت زي ما اتفقنا. وهنا بحتاج الى multiple fresh stool collection to be collected at different times because the parasite shedding may be intermittent. لان احيانا كتيره في البارازايت دي بيبقى فيه الشيدنج مثلا بتاعت الاوفا بيبقى intermittent، فانت تيجي تعمل تحليل تبص تلاقيه نيجاتيف ممكن تيجي تعمله تاني يوم تلاقيه بوزيتيف. فيوجوالي احنا مثلا بناخد 3 عينات وطبعا يفضل ان الستول ده يكون فريش ما يبقاش مثلا neglected او حاجه زي كده عشان تقدر تعمل detection للاوفا. الانفستيجيشنز بتاعت الاكيوت دياريا الجزء الثاني بتاعها بقى ان احنا زي ما قلنا ممكن نعمل فليكسيبل سينودوسكوبي اند بايوبسي، بس زي ما بنقول ان ده احيانا بيبقى كونترا انديكيتد لان انت عندك اكيوت دياريا وعندك الكولون ماركتلي انفليمد، وبالتالي انت لما بتيجي تدخل بالاندوسكوبي بتعمل انفليشن للاير لازم تنفخ هواء عشان تقدر تدخل جوه اليومن، فالقصه دي انها ممكن تعمل برفوريشن في الماركتلي انفليمد كولون، فاحيانا كتيره جدا بيكون هازارد. تريتمنت احنا بنقول اختصارا اسمها FDD الفلويد والالكترولايت ريبليسمنت اللي هو ريهايدريشن. طبعا احنا قلنا دي مشكله في البيشنتس انه في ديهايدريشن. النقطه الثانيه اللي هو الدايتري موديفيكيشنز. النقطه الثالثه اللي هي الدراج ثيرابي. زي ما انتم شايفين الدراجز دي اخر حاجه افكر. طبعا الفلويد والالكترولايت ريبليسمنت انا ابسط حاجه لو البيشنت قال ان انا عطشان اسيبه يشرب زي ما هو عايز مفيش اي مشاكل، اديله ازازه الميه ويشرب زي ما هو عايز مفيش اي ليميتيشن. لكن لو البيشنت مش قادر ان هو يشرب او مش قادر يبقى الفلويد ريبليسمنت سفيشنت بالنسبه له ممكن اديله الاورال ريهايدريشن سوليوشنز او الاو ار اس اللي هو محلول معالجه الجفاف عادي زي اللي احنا بنديه للاطفال ممكن يتاخد للكبار. طبعا ممكن احيانا يبقى سيفير ديهايدريشن او في سيفير فوميتنج وبالتالي البيشنت مش قادر حتى ايفن يشرب، ممكن اضطر في الحاله دي ان انا ادي انترافينوس ريبليسمنت اوف ذا فلويد اند الكترولايت. في مشكله عندنا بالنسبه للدايت، ناس كتيره جدا بتبقى في دماغها ان انا لا طالما في اكيوت دياريه يبقى المفروض ان انا اوقف الاكل وما اكلش عشان ما ازودش الدياريه. لا الكلام ده مش مظبوط. الدايت should be encouraged. Total food abstinence is unnecessary and it is not recommended. The patient should be encouraged to take a well balanced diet. The food providing calories are necessary to facilitate the enterocyte renewal. يبقى اذا بالعكس هو محتاج ان هو ياخد فود في well balanced دايت بحيث ان هو بعد كده يبقى فيه انهانسمنت للانتيروسايت رينيو. طب بس في بعض الدايت المفروض ان هو يبعد عنها should be avoided. الديري برودكت او منتجات الالبان افويدد. ليه؟ لان احيانا بيبقى في حاجه اسمها ترانزيت لاكتيز ديفيشنسي في البيشنتس دول، فبالتالي لما بيجي ياخد حاجه فيها ميلك برودكت ما بيقدرش يعمل لها انجيشن كويس فبالتالي بيبقى في زياده اكتر في الديري. ده الكلام ده طبعا بيحصل اكتر في حالات الفيروس في حالات البكتيريال انفكشن. الكافينيتد بيفرجز زي ما قلنا قبل كده والالكول الحاجات دي كلها ممكن تزود طبعا الموتيليتي وهتزود. بعد كده عندنا في الدراج ثيرابي عندنا يا اما انتي دياريال ايجنت البيزمس سبسالسيت او الانتي مايكروبيال ايجنت. الانتي دياريال ايجنت اللي احنا ممكن نستخدمها ده علشان السيمتوم اميلوريشن، يعني انا مجرد بقلل السيمتومز بتاعته. ذيس ايجنت انهبيت انتستاينال بريستاليسيس فاسيليتيت الانتستاينال ابسوربشن اند هاف انتي سيكريتوري بروبلمز. يبقى انا الهدف ان انا بحاول اقلل الموتيليتي شويه اللي عماله تعمل لوسز للفلويد وازود الابسوربشن وابتدي يبقى في عندي انتي سيكريتوري بروبلمز. الموست افكتيف اللي هم الاوبيويد دي اكتر حاجات اللي هي بتبقى افكتيف كانتي دياريال ايجنت زي اللوبرامايد. الاسم طبعا الموجود عندكم عليه علامه ار ده اسم تجاري هو ده المشهور بيه اكتر يعني. الدايفونيكسوليت والابسوربين ده من الحاجات برده كانتي دياريال ايجنت اوبيويد ثيرابي. طبعا في تنكشر اوف اوبيوم دي احيانا في بعض الناس اللي موجودين مثلا في القرى او حاجات زي كده بياخد حاجه زي الافيون كده وهو حبايه صغيره بحيث ان هو يساعد معاه في الانت كانتي دايريال ايجنتس ويبقوا عارفين كويس قوي ان ده بيحسن الداء. انتي دايريال ايجنتس should be avoided in patients with fever, bloody diarrhea and possible inflammatory diarrhea. وناخد بالنا ان النقطه دي كويس قوي ان ما ينفعش عيان في عنده فيفر او بيقول لك انا بشوف فيه بلاد في الستول وانت اتاكدت ان دي انفلاماتوري دايريا وتديله حاجه انتي موتيليتي دراجز. ليه؟
لان دي هتقلل زي ما قلنا الانتستينال موتيليتي، وبالتالي انت بتزود التوكسين ابسوربشن اللي ممكن يحصل في الكولون، وبالتالي هتلاقي فيه برونجد فيفر في العيانين دول، وممكن يدخل في حاجه اسمها توكسيك ميجا كولون. انت عمال بتبتدي تقلل الموتيليتي وتزود الابسوربشن بتاعه التوكسينز الموجوده، فلغايه ما يبتدي يحصل فيه ماركت انفلاميشن في الكولون في الوول بتاعه، لغايه ما يبتدي يوسع بنسميها ميجا كولون او يبقى ديستندد. وطبعا ممكن يحصل ابتو بيرفوريشن، وده بنلاحظه في عيانين برضو اللي هم بيبقوا انفكت بعد كده بالكلوستريديوم ديفيسيل انفكشن. الحاجه الثانيه من الدراجز اللي احنا ممكن نستخدمها الفيزماس سبسالسبيت، دي بتبقى ليس افكتيف عن اللوبرامايد اللي احنا قلنا عليه في الاول. اتس افكتيف ان ريليفينج سيمتوم اوف دايريا نوزيا اند ابدومينال بين. اكتر استخدامات بتبقى في ترافلرز دايريا، الناس اللي هم بيبقوا مسافرين وعارفين الكلام ده بيبقى دايما معاهم الفيزماس. الانتي مايكروبيال ايجنت، empirical antibiotic treatment is not warranted routine. يعني ما ينفعش ان انت كل واحد عنده acute diarrhea على طول تبدا معاه بالامبيريكال antibiotics. امتى تبدا استخدمها؟ لو في طبعا suspected severe invasive infection، لو travelers diarrhea لان اغلبها بتبقى infectious in etiology، الاميون suppression زي ما قلنا لان دول بيبقوا عرضه اكتر ان يدخلوا في الacute infectious diarrhea، الفيبرايل patient يبقى عنده fever، فيكال ليوكوسايت او هيم اوكالت بلاد ان ذا ستول، كل دي انديكيتورز ان هو عنده فيه انفلاماتوري دايريا، فبالتالي هيستفيد من الانتيبيوتيك تريتمنت. ساينز او سيمبتومز سيتنج انتيبيوتيك تريتمنت، لو مودريت او سيفير دايريا، لو الستول فلوسز اكتر من 8 بير داي يعني الفريكونسي بتاعته اكتر من 8 مرات في اليوم، لو البيشنت اوريدي بدا يدخل في دي هايدريشن، سيمبتومز لو استمرت لاكتر من 1 ويك، لو البيشنت احتاج لهوسبيتاليزيشن لازم يدخل عندي في الحاله دي يبقى هياخد انتيبيوتكس. هندي مثال على الانتيبيوتكس اللي ممكن نستخدمها. حاله الترافلرز دايريا ممكن نستخدم ريفاكسيميم 200 ملي جرام 3 تايمز ديلي فور 3 دايز. في حاله السالمونيلا او الشيجيلا بيفضل الكينولون ثيرابي توايس ديلي فور 5 دايز. زيها برضو اللي هي الانتيرو باثوجينيك ايكولاي بنستخدم فيها الكينولونز. الكامبيلوباكتر بنستخدم فيها الاريستروميسين 500 ملي توايس ديلي فور 5 دايز. الانترستينال انتريبا هيستوريتيكا بنستخدم المترونيدازول 750 ملي جرام 3 تايمز ديلي فور 10 دايز. في حالات الجياردة بنستخدم المترونيدازول بس بجرعة اقل 250 ملي جرام فور 7 دايز. في حاجة تانية ممكن نستخدمها في الدراجز اللي هي البروبيوتكس. يعني ايه كلمة بروبيوتكس؟ هي معناها living microorganism when administered in adequate amount confer a health benefit on the host. يعني انت بتديله living microorganism بكميات معينه بحيث انك انت تحصل على هيلث بينيفيت للبيرسون ده. دي بتتاخد على انها اورال كبسول زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. الاكثر طبعا سترينز بنستخدمها من البروبيوتيك بكتيريا اللي هي بيفيدوباكتيريوم او اللاكتوباسيلس جنرال. هو الشخص المفروض ان يبقى عنده اكيوت ديهريه ده بيبقى فيه عنده ديفيشنسي بيحصل في النورمال فلورا اللي هو ربنا خلقها عشان تعمل حمايه للانتستين، فبالتالي انت كانك بتعمل ريبليسمنت للنورمال فلورا دي بحيث انك انت تزود المناعه بتاعه الكولون اكتر ويقدر ان هو يتخلص من الباثوجينيك بكتيريا الموجوده. فدي الفكره بتاعت البروبيوتكس انك بتديله بينيفيشال بكتيريا او بينيفيشال فلورا. طبعا البروبيوتكس دي ممكن تبقى موجوده في كتير من الفود، يعني حاجات اللي هي مثلا زي التوم والبصل والبروكلي والزبادي والحاجات دي، دي حاجات بس طبعا احنا بنتكلم على الميديك. ده الجوريزم فور مانجمنت اوف اكيوت دايريا. طبعا احنا عندنا ممكن لو كانت السيمتومز ايرلي ومايلد زي ما اتفقنا ان اغلب الحالات مفيش بلاط في الستول، ده شيء هيطمني يبقى انا ممكن ادي سيمتوماتيك تريتمنت واعمل اوبزرفيشن اشوف الريسبونس على التريتمنت. طبعا ممكن لو ما حصلش امبروفمنت ابتدي اعمل الستول انفستيجيشنز وابتدي ادور على الستول كلتشر والاوفا، ولو بوزيتيف اعمل تريتمنت ولو نيجاتيف بكمل بالتريتمنت. لكن في حالات اللي هي بتكون فيها بلادي دايريا او السيمتوماتيك سيمتومز ساينز يعني بدا يحصل فيه فيفر او تاكيكارديا او هايبوتنشن او البيشنت اميونو سبريسد من الاول، ابتدي اعمل انفستيجيشن وابتدي اعمل ستول كلتشر والاوفا زي الناحيه دي بالظبط كده، ولو في حاجه اعملها تريتمنت، ولو نيجاتيف ما وصلتش لحاجه اعمل الاندوسكوبي اند تريتمنت اكورد. ازاي امنع الدايريا؟ طبعا احنا اتفقنا ان اغلب الحاجات جايه نتيجه الفود او نتيجه الووتر، فبالتالي لازم يبقى في فود سيفتي فولو ذا جود هايجينيك ميجرز زي ابسط حاجه مثلا واشينج الهاندز اند نايف الادوات اللي هي بتستخدم مثلا في تقطيع الاكل والكلام زي كده. طبعا keeping the food at the refrigerator temperatures او في الفريزرز. طبعا don't drink raw milk لان في بعض الناس بتشرب الميلك نفسه raw ما بيبقاش pasteurized او any food containing unpasteurized milk. wash raw fruits او vegetables before eating. keep raw meat fish and poultry separate from the other food
فمعنى ان انت وانت بتحط الاكل في التلاجة يفضل ان الحاجات اللي هي زي اللحوم والاسماك والفراخ والحاجات اللي زي كده ما تتحطش في الرف من فوق وتحت منها مثلا طبق سلطة جاهز او مطبوخ او اي حاجة مطبوخة، لان انت ممكن يبقى فيه بلاد ينزل من الفيش دي مثلا او من البولتري ويبتدي ينزل على الطبق اللي تحت. طبعا cook raw food from animal sources، دايما يبتدي يبقى الاكل بتاعك مطبوخ كويس جدا to a safe internal temperature. طبعا هما بره بيقول للترافلرز دايما اي حاجه تروح تاكلها في المنطقه اللي انت رايحها boil it، يعني لازم تكون حاجه بتغلي قدامك cook it تبقى مطبوخه كويس قوي feel it يعني ممكن حاجه انها تتقشر or forget it يبقى ما تجيش ناحيه الحاجه دي ولا تاكلها. Thank you. طبعا لو في اي استفسار ده الايميل بتاعي اللي حابب ان هو يسالني على اي حاجه. في حاجه تانية برضو عايز انبه عليكم بالنسبه للكويشن بانك، احنا في كويشن بانك لينك موجوده ومحطوط فيها اسئله ومحطوط فيها المودل انسرز بتاعتهم برضو عشان لو تدخلوا تتدربوا على الكيسز تتدربوا على الاسئله اللي موجوده يبقى تقدر تتدرب ازاي على الاسئله والاجابات بتاعتها. شكرا.